السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. وزي ما معوداكم بشارككم يومي في الفطار بتاعنا علشان لو حابه تاخدي افكار. تعالوا نشوف كده. اول حاجه بعملها زي ما انتم شايفين وعارفين، بعمل اول حاجه ببتدي بالبلح وبالعصاير، بحطهم في التلاجة. بعد كده ببتدي ان انا اعمل حاجتي. وعايزه اقول لكم ان انا النهارده كنت مبتديه، يعني الاكل متاخر ورايا بقى غسيل ورايا تنظيف في الشقه، فابتديت كل حاجه في شقه في الشقه ونظفت وخلصت وخلصت الغسيل ودخلت على المطبخ، وعارفه ان الاكل مش هياخد معايا ساعه زمن واحده. يعني كل اللي انا عملته النهارده بس ما اخدش غير ساعه زمن واحده. لو انت مستعجله ممكن تقدري تعملي نفس الاكل ومش هياخد منك وقت خالص، وعملنا حلو وحادق وكمان عصاير. تعالوا كده بقى نسمي بسم الله وصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملت ايه النهارده، ويكون سهل كده وسريع، وطبعا يكون سفره حلوه لرمضان. اول حاجه كده عملت العصاير زي ما شفتوا. بعد كده ابتديت كنت حاطه الميه على النار وانا بعمل العصير، الميه غليت نزلت باللحمه، وهنا عملت اللحمه في الحله حاله الضغط عشان تستوي معايا بسرعه، اخدت 40 دقيقه بالظبط واستوت، وخليتها تغلي غلوة واحدة كده قبل ما اقفل عليها الغطا، وشلت الريمة اللي فوق علشان تبقى الشوربة معايا صافية ما يكونش فيها اي ريم، لاني لما بحطها كده واقفل عليها الغطا لما باجي افتح عليها تكون مستوت خلاص بلاقيها فيها ريم كده والشوربة ما بتعجبنيش. لكن كده الشوربة هتبقى معايا صافية، وهتشوفوا دلوقتي قدامي قدامكم هتبقى عاملة ازاي. حطيت كده بصلايه وجزرايه وطماطمايه، وحطيت التوابل اللي احنا عملناها مع بعض، و اللي هي كباب صيني او السبع بهارات، وبهارات اللي هي الحبهان والفلفل بسم الله الرحمن الرحيم، معلش سامحوني صايمين بقى، الحبهان والورق اللورا والقرنفل، بتدي طعم حلو قوي لاي شوربه. بس كده ابتديت كمان الف شويه سمبوسه، والسمبوسه انا بعملها بجبنه، يعني انا عندي ولاد ما بيحبوش السمبوسه الا بالجبنه، ما بيحبوهاش باللحمه خالص، وممكن كمان اعملها لهم بحشوه بيتزا برضو بتبقى حلوه قوي، هبقى اعملها ان شاء الله معكم مره. ولفيت كده شويه سمبوسه زي ما انتم شايفين، كنت هعمل رقاق بس لقيت ان السمبوسه يعني اسهل وهتبقى اسرع معايا وهتنجز معايا في الوقت. بس لفتهم كده بكل سهولة زي ما انتم شايفين، ما بلفش يعني كمية كبيرة، هم على قد يعني على قد يعني على قد الاكل علشان ما يفضش منها وتبوظ، عشان انتم عارفين ان السمبوسة لما بتقعد بتطرى كده وخلاص كده ما بتتاكلش، ما بتتاكلش اللي هي سخنة. بس كده ابتديت برضو ان انا اعمل الرز، حطيت كده شوية سمنة على النار وغسلت الرز وصفيته كويس، وبعد كده هغلف الرز كده كويس قوي بالسمنة، وهحط له طبعا الملح، وهحط كمان شوية بهارات اللي هي الحبان والورق اللورا المطحونين، حاجة بسيطة كده بيدي طعم حلو قوي للرز. واللي عارفيني وعارفين انا بعمل الفتة بحط لها لازم بحط حبهان بودر على الرز. بس كده هبتدي برضو ان انا اقلبها كده تقلبتين لحد ما احس ان الرز كله اتغلف بالسمنه، بعد كده هروح نازله بالميه وهسيب الرز يتشرب، وبعد كده احطه على نار هاديه. بس كده، وده رز الفته، او شايفين دي اسرع اكله ممكن نعملها، و يعني بيكون طعمها حلو، يعني الولاد بيحبوها، انا عندي ولادي بيحبوا الفته. بس كده هبتدي برضو ان انا زي ما شفتوا هشربها وهغطي عليها النار، اوطي عليها النار. بس هتجي بقى اعمل ايه بعد الرز؟ هعمل العيش، هقطعه كده مكعبات صغيره او قطع صغيره كده زي ما بتحبي، وهدخله الفرن، وفي نفس الوقت يكون الفرن يكون سخن علشان لما اعمل البسبوسه وتدخل يبقى الفرن معايا سخن. لكن لو ما كنتش هفتح الفرن كنت هشوح العيش كده من على النار من فوق كده في الطاسه، واخليه يتحمص على نار هاديه، وما كنتش هفتح الفرن، بس عشان انا عارفه ان انا هفتح الفرن عشان البسبوسه فقلت بالمره عشان الفرن يسخن فرحت مدخلاه الفرن. هعمل الصلصه، صلصه الفته، عملت حطيت كده سمنه والثوم، والثوم هنا مش كتير، صلصه الفته لازم يبقى الثوم فيها كده كميه محترمه عشان تديكي طعم حلو. وهبتدي برضو ان انا اشوح التومه كده لحد ما تصفر كده، متخليهاش تتحرق عشان ما تديكيش طعم مش حلو للفته. واول ما صفرت كده واخدت لون ذهبي بروح نازله على طول بربع كوبايه من الخل، وبعد كده بنزل بعصير الطماطم،
وبكده خلاص الصلصة معايا، هسيبها على نار هادية، وبعد كده هبقى اتبلها بالتوابل، بحط شلة ملح وفلفل اسود بس. هعمل بقى البسبوسة، ابتديت ان انا احط كده في بولة 3 كوبايات من السميد، و اهي 3 كوبايات بس كده. وابتدي بقى هنا في طاسة او اي حاجة عشان احطها على النار. حطيت 1/2 كوباية من السمنة، السمنة انا مش هحطها على النار، السمنة انا هغلف بيها السميد علشان تبقى مبسوسة، يعني انا بحب ابس الاول السمنة مع السميد. وهنا على النار هحط 1/2 كوباية من السكر، وما تستكتريش السكر، لازم نص كمية السميد تبقى سكر. انا حاطة 3 كوبايات سميد، يبقى 3 كوبايات سكر هتضيفيهم في البسبوسة، وممكن نقلل السكر شوية في الشربات عشان ما تبقاش مسكرة قوي بس كده. وابتدي كمان احط 1/2 كوباية من الحليب البودر. انا هعمل ايه؟ انا هعمل حليب مكثف عشان عايزه اعملها المره دي معاكم بالحليب المكثف، وهتشوفي نتيجتها وهقولك الاحلى ايه، اللي هي بالحليب المكثف ولا اللي احنا عاملينها مع بعض في فيديوهات كتير بالطريقه العاديه. وكوباية لربع من المية. فانا كده هعمل حليب مكثف على النار، اول بس ما الرز السكر يدوب بروح رفع الخليط ده من على النار، بيبقى معايا حليب مكثف بس كده. هبتدي برضو ان انا بس زي ما قلت لكم ببس الاول السميد مع السمنة، واخلي السميد يتشرب السمنة خالص، وما تخافيش يعني هنا تعجني فيه او تبسي فيه براحتك مش هيحصل له اي حاجة، لكن مع المية ما بتعجنيش السميد خالص، يدوبك بس بيتشرب المية او الحليب بس كده، ما تعجنيش فيه علشان ما يبقاش ناشف معاكي او يطلع الجلوتين اللي فيه ويبقى تحول يبقى عجينة معاكي بس كده. ابتديت برضو ان انا انزل بالخليط الحليب المكثف اللي احنا عاملينه مع بعض بعد ما السكر داب خالص، فنزلت كده بالكميه، وحسيت ان الكميه كتير على البسبوسه، لان انا ما بخليش البسبوسه ميه خالص، لا انا بخليها بس يكون قوامها تقيل كده، ما يكونش قوامها خفيف خالص وسايله، ما تبقاش حلوه البسبوسه لما يبقى قوامها سايل، لازم البسبوسه تكون قوامها تقيل. وجبت الصينيه كده اللي هحط فيها البسبوسه، ونزلت بالبسبوسه، وابتدي ان انا افردها بقى في الصينيه اهي بالطريقه دي، و هخبطها بقى كده خبطتين، او الاول بايديا هفردها علشان بايديكي هتحسي اكتر لو في مكان عالي عن التاني، غير يعني ما تكوني بتعمليها بالسباتشولا. وبعد كده هخبطها كده خبطتين عشان وشها ينعم، وهبتدي ان انا اقطعها كده معاكم من قبل ما ادخلها الفرن علشان نزينها، وكمان يبقى شكلها كده حلو قبل ما تدخل الفرن بس كده. هبتدي بقى ان انا ازينها بشويه فستق او السوداني الكذاب اللي احنا عاملينه مع بعض، على كل مكعب كده او مربع شويه من الفستق. والفرن طبعا سخن عشان كنت حاطه فيه العيش، فهدخلها في الفرن على درجه حراره 180، هتقعد معايا تلت ساعه او يعني نص ساعه الى 5 دقائق، ما عدتش اكتر من كده. وانا معايا شربات 1 كوباية من السكر، 2 كوبايتين من المية، واي عصير ليمون، يعني عصير اقل من عصير نص ليمونة، ما بتزوديش الليمون كتير في سكر او شربات البسبوسة. حطيتها على النار الشربات، وعملت كمان الشوربة، شوربة لسان عصفور في نفس الوقت كده، وانا بعمل الحاجة كنت بعمل حاجتين مع بعض في نفس الوقت، والسمبوسة كنت بحمرها وانا بعمل البسبوسة بس كده. وحطيت العيش اتحمص، فحطيته كده في طاسه، ونزلت بيه معلقتين كده من الصلصه، وخليته يشرب الصلصه كويس، بيبقى طعمه حلو قوي كده العيش. وحطيت له مغرفه واحده بس من الشوربه علشان يبقى مقرمش معاكي في صينيه الفته، ما تحطيش شوربه كتير عشان ما يعجنش بس. وهبتدي ان انا اعمل بقى صينيه الفته. حطيت الاول العيش، وطبعا فوقيه الرز، وشايفين العيش حتى واضح كده من غير ما يتاكل ان هو مقرمش، وانت بتاكلي بقى كده الفته تحسي ان العيش بيقرمش معاكي، بيبقى طعمه حلو قوي مع الفته بالطريقه دي. وحطيت الرز، وبعدين كده شربت الرز بشويه من الشوربه علشان يبقى مطعم كده بالشوربه، وبعد كده هحط الصلصه. وكده عملت صينيه الفته وعملت السمبوسه زي ما قلت لكم كنت بحمرها مع
البسبوسه يعني، كنت بعمل البسبوسه وفي نفس الوقت السمبوسه كانت على النار وكنت بحمرها، وحطيت الصلصه كده زي ما انتم شايفين، وحطيت فوقيها اللحمه مسلوقه، حتى ما سلق ما حمرتهاش كده اخف يعني ما تبقى متحمره. عايزه تحمريها الفرن مفتوح بنعمل البسبوسه، ممكن كنت حطيتها بس احنا عايزينها كده مسلوقه بس كده. خلصت كده صينيه الفته، ما خدتش معايا وقت، واللحمه كمان في الحله الضغط ما خدتش وقت، علشان يعني في الحله الضغط بتستوي معايا بسرعه، وكمان حتى لو انا مش مستعجله انا بعمل بحب اعمل اللحمه في حاله الضغط، بتبقى اللحمه معايا طريه وتبقى طعمها سبحان الله متغير عن الحله العاديه، فالحله الضغط بتبقى حلوه قوي في اللحمه. وخلاص كده البسبوسه طلعت وهتشربها بالشربات، الشربات سخن والبسبوسه سخنه. عايزه اقول لكم بقى ان البسبوسه اللي احنا بنعملها على طول احلى من دي اللي بالحليب المكثف، هي حلوه بس مش زي البسبوسه بتاعتنا تبقى مرمله كده وسايحه، لا دي البسبوسه بتبقى تحسي ان هي متماسكه كده شويه ومش مرمله كده زي اللي احنا بنعملها مع بعض وكنا عاملينها مع بعض كذا مره في الفيديوهات، هبقى احط لكم الروابط في صندوق الوصف. وكده الفطار بتاعنا النهارده يا رب يكون عجبكم، ما تنسيش بقى اللايك للفيديو والاشتراك في القناه، واشوفكم باذن الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم.